فيروس كورونا، هذا الوباء الذي فرض إجراءات مشددة وغير مسبوقة على محافظة إربد والمناطق التابعة لها، فكيف تسير الأمور هنا في مدينة إربد وباقي هذه المناطق؟ ما هي أحوال وظروف المواطنين؟ ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمكافحة هذا الفيروس؟ وأرحب مشاهدينا الكرام بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد السيد مأمون حلاوة، الله يعطيك العافية. الله يعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد. نتمنى أول إشي السلامة للجميع إن شاء الله، ونتمنى التوفيق يا رب. كيف الأوضاع اليوم بالنسبة للصناعيين؟ عندنا الأخوة الصناعيين الآن الصناعات الأساسية اللي هي الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة التعبئة والتغليف كصناعات مساندة لهذه الصناعات هي التي تعمل. تم إصدار تصاريح لجزء كبير منها والجزء الآخر الآن في نطاق الإصدار. الأخوة الآن موجودين، أخونا سيد هاني أبو حسان كرئيس غرفة صناعة إربد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن هو موجود في الحدث في غرفة صناعة الأردن، ويتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومركز إدارة الأزمات لإدارة الأمور. كما تعلمون أنه الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية هي أساسية في هذه الأحوال اللي منعيشها، وهناك بعض مصانع الأدوية البيطرية والمبيدات أيضا من أجل منتجات الزراعية، وصناعة التعبئة والتغليف لا يمكن الاستغناء عنها، أيضا جزء كبير منها ستقوم بتعزيز هذه الصناعات وتعتبر صناعات مساندة. من فضل رب العالمين الإخوة في المصانع ملتزمين بتعليمات الصحة المهنية والسلامة العامة كما تم الكشف عليهم ومتابعتهم، ونسأل الله الفرج يعني، ونتشكر حكومتنا ممثلة وبلدنا ممثلة بجلالة الملك حفظه الله ورعاه على توجيهاته العامة بإدارة الأمور بهذه البراعة، لأنه بصراحة من فضل رب العالمين بنعتبر حالنا من أول الدول ومن الدول المتقدمة في هذا الأمر، ونشد يدنا على يد الحكومة بانضباط المواطن فقط للفترة القادمة من أجل ضبط الأمور قدر الإمكان وحصر هذا الفيروس. تك ما شاء الله لابس كمامات وكفوف وملتزم، الله يعطيك العافية. الحمد لله. نتعرف عليك عمي. رافت محمود الشرقطي. احكي لنا عن وضع المواد التموينية في إربد وحركة التجول والتسوق. كل شيء متوفر، كل شيء واجد، وكل شيء الحمد لله الخير واجد، والناس بس تيجي تشتري. في تراجع بالقوة الشرائية؟ تراجعت كثير. شو أسبابها باعتقادك؟ صار كل واحد أخذ حاجته، كل واحد أخذ كمياته اللي بيحتاجها وخصت السير. طب في نقص بأي شيء؟ في أي شيء، كل شيء موجود، بالعكس بالضعف صار عندي، ضعف موجود عندي بالضعف، كل شيء تمام الحمد لله. شو تقييمك لالتزام التجار بساعات العمل المسموح إلها؟ إحنا بنعرف من 10 إلى 6. والله يكون صادق معك يعني، أنا ساكن بالحي الشرقي. نعم. بدي تصريح اللي صرني يعني بعيد الحي الشرقي، بدي أجي همشي من الحي الشرقي لجاي للمحل، هاي بنلاقي صعوبة فيها. إذا بيسهلون التصاريح بحيث ان نقدر نصل للمحل يعني، بس هي لا اقل ولا اكثر، بدنا نجي ماشي من حي الشرقي هناك تجيني ساعة ونص وانا امشي لحتى اصل المحل، بس هي المشكلة، غير هيك ما عندي مشكلة، يسهلون التصاريح. طب ما تواصلتوا مع غرفة التجارة تذللكم هاي المصاري؟ ان شاء الله تواصلنا معهم على الارقام اللي حطيناها، وان شاء الله بيطلعون التصاريح الكترونية هالسعيات، نقدر نصل لمحلاتنا لا اقل ولا اكثر. كيف شايف يعني نسبة انضباط المواطنين بتعليمات الجهات المعنية؟ 100% صار عن وعي عند شعبنا 100% الحمد لله، 100 يعني ما بتمر واحد من الشارع إلا بيحتاط الحمد لله، وكلهم محتاطين وكله كويسين. شو بتسوي بالسوق؟ والله طالعين نتسوق شوي. نعم. كيف شايف التزام اليوم مواطني إربد مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية؟ لا والله ما شاء الله يعني الجميع ملتزم، والأسعار كمان يعني نفس اللي قررتها الحكومة يعني أسعار الحكومة، والوضع إن شاء الله مستقر يعني، والبركة يعني بالتجار والشعب الملتزمين والله، ومحافظين يعني على القوانين وملتزمين بالنظام. يعطيك العافية. عافاك الله يا سيدي. تعرف عليك. غانم المطيري. أخو غانم شايفك اليوم فاتح محلك، إحنا بالوسط التجاري في مدينة إربد. نعم. أنت من المحلات المسموح لها تمارس عمل إن شاء الله. تمام. شو المتطلبات السلام العام اليوم اللي تتمنى إنه الجميع يلتزم فيها عند التسوق؟ أول شيء الواحد جلفزات، كمامة، نظافة شخصية، نظافة برضه في المحل الحمد لله بشكل مستمر. كيف شايف التزام المواطنين اليوم أثناء التسوق؟ والله لا بأس فيه، بس يعني حركة اليوم شوية مش كثير ناس. تراجع بالقوة الشرائية؟ كثير. طب شو أسبابها؟ الوضع.
نعم، بس كنا شاهدنا بالايام السابقه كان في اكتظاظ وكان في قوه شرائيه. نعم مزبوط. نعم. طيب بس سيدي ما بعرف، ممكن في نوع من الامراض، ممكن خايف الناس تنعدي من بعض، ممكن السيوله الماديه، ممكن اسباب. العافيه، كيف امورك؟ الحمد لله. عرفنا بحالك. علي الشرايره. اخوي علي انت فاتح محلك. نعم. انت من الاشخاص اللي مسموح لهم. نعم. يمارسوا. نعم. عملهم. نعم صرحي. نعم. كيف شايف الامور بشكل عام بالوسط التجاري في الأمور؟ انا مبسوط على الامور هاي، انه الناس التزمت بيوتهم، اهم شيء، اهم البيع والمشترى. نعم. عشان نحاصر المرض ان شاء الله باوسع نطاق ان شاء الله. طب انت اليوم كصاحب محل مسموح لك انك تبيع. نعم. من العاشرة حتى السادسة. نعم. نعم. اذا صار لا سمح الله عندك تجمع كيف تتعامل مع الناس؟ بسكر المحل مباشرة، هاي عندي الستاند العجاب، اسكر المحل. اذا التزام كامل. ابدا. المواطنين متعاونين. ابدا ابدا، اللي برضى لي برضى للناس ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا هلا. تعرف عليك. معاك عمر البطار. شايف معك اكياس وكاين بالسوق. والله رحت اشتريت شويه خضره حاجيات للبيت وراجع البيت مباشره. كيف شايف حاله الالتزام من التجار واصحاب المحلات وايضا من المواطنين؟ لا انا شايف انه الشعب ملتزم الحمد لله، الامور طيبه، الكل ملتزم، ان شاء الله انه نخلص من هالوباء هذا، وان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب، واحنا مع كنا ايد واحده، سواء اجهزه امنيه او قوات مسلحه، درك امن عام، كنا ان شاء الله ايد واحده، وان شاء الله بنقدر مع الشعب انه نجتاز المحنه هاي، وان شاء الله احنا قادرين. نعم قادرين. لاحظت انه في اي نقص بالمواد الغذائيه وبالخضار والفاكهه؟ كل شيء متوفر، كل شيء متوفر الحمد لله رب العالمين، واسعار كويسه، نفس الاسعار اللي نص عليها وزير الصناعه والتجاره. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا مرحبا. تعرف عليك. رائد القضاء. اخوي رائد، كيف شايف الامور اليوم في يربد في قرارات حضره تجوان؟ الامور طيبه ان شاء الله، الله يحمي هالبلد، الله يحمي هالبلد. خليك بالبيت اهل اربد، خليكم بالبيت، لا تزعلوا من حدا انه بيحكي انه خليك بالبيت، لا خليك بالبيت، الامور زادت عن حدها، الله يحمينا جميعا ويحمي هالبلد. هذا هو واقع حال المواطنين في مدينة إربد، وتحديدا فيما يتعلق بتوفر المواد الغذائية والسلع المختلفة التي سمح لأصحاب المحلات التجارية للعمل بها ضمن الساعات التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنيين. هنالك تراجع في القوة الشرائية كما أشار بعض التجار، أيضا بالمقابل هنالك التزام بكافة التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية حفاظا على سلامة المواطنين. زيد المراجدة، الحقيقة الدولية، إربد.